بس عندنا ايضا اهتمام بدأ مؤخرا في الادب العربي بخصوص اليهود اللي كانوا عايشين وسطنا، فكرة الشيء المفقود، الوطن المفقود، الرحيل، فكرة يعني ادبيا بتعمل لك يعني حبكة حلوة قوي انك تبني عليها قصة، وعندنا بتاع مثلا 15 رواية على الموضوع ده. وانت بالحقيقة الخبير بهذا الموضوع، يعني انا تعلمت كثير من الدراسة اللي انت عملتها لمعهد هوفر حول موضوع الادب العربي المعاصر والكتاب العربيين المعاصرين وتعاملهم مع الوجود العربي بالاوساط العربية بالعصر الحديث، وكمان مع المذكرات اللي كتبوها يهود من اصول من الدول العربية تعاملوا فيها مع طفولتهم او مع اهلهم والاوضاع كيف كانت بهذاك الوقت. ده حقيقي، يعني كل الروايات اللي كتبت بتصور ان ازاي كان في جنة موجودة والناس كانوا عايشين كويسين مع بعض، بل الأسوأ من ذلك ان بعض هؤلاء اللي بيكتبوا الكتاب العرب عندهم تصور معين لمن هو اليهودي الجيد. اليهودي الجيد ليس اي شخص طبيعي، لا، اليهودي الجيد مثلا في رواية عراقية لازم يبقى اليهودي المعادي للصهيونية، ما ينفعش يكون صهيوني، الصهيوني ده حاجة وحش. اليهودي الجيد في رواية في قلبي انثى عبرية للرواية التونسية مثلا بيتم تصويره ان اليهودي الكويس هو اللي بيسلم في الاخر وبينضم لحزب الله، هو ده المقياس الوحيد اللي هو يبقى بني ادم كويس. كل ده مستوى طبعا من التهريج والتصورات عجيبه جدا اللي بنقدمها. ربما كان في استثناء، يعني انا اسمع، انا يعني خليني اقطعك شوي هون، انا بحس بانه في فرصه ضايعه بالحقيقه من قبل الكتاب العرب لحتى يقدموا لنا تحليل موضوعي لليش بالحقيقه كثير من اليهود بالمنطقه لقوا بالطرح الصهيوني طرح موضوعي ومغري اكثر من الطروحات القوميه العربيه. يمكن لانه الطروحات القوميه العربيه اجت كامتداد لعقليه الذميه، ظلت تتعامل بفوقيه كثير مع اليهود بنفس الطرح التقليدي، نحن عم نتحملكم، نحن عم نعطيكم حقوق، انتم لازم ترضوا بهذا المركز وكذا، في كثير من الفوقيه، بينما الطرح الصهيوني انه انتوا حتكونوا مسيطرين على مصائركم، يعني انتوا حتكونوا سادة الموقف. فمفروض يكون في محاولة لتحليل هذا الواقع اللي دفع بمئات الالاف بالحقيقة من اليهود العرب لحتى يتركوا الدول العربية ويتجهوا باتجاه اغلبهم باتجاه اسرائيل، مع انه طبعا في ناس اجوا لامريكا ودول اوروبية اخرى، بس اغلبهم كانوا جزء لا يتجزأ من نسيج المنطقة، بس العقلية الذمية او استمرارها وامتداداتها بالعصر الحديث من خلال الفكر القومي هي اللي دفعتهم باتجاه الحركة الصهيونية. ما حدا عم يتعامل مع هذا الموضوع مع أنه يستحق بالحقيقة نقاش موضوعي.